في الحقيقة مش قادر أتجاوز الجدل اللي حاصل في ملف التعليم المصري منذ إعلان شخص محمد عبد اللطيف وزيرا للتعليم حضراتكم عارفين أنا مهتم جدا بملف التعليم مهتم بالعملية التعليمية في البلد وشايف أن موضوع التعليم فقط وبقول التعليم فقط ما يقبلش الاسم على اثنين يعني ما ينفعش نبقى في التعليم معارضة وموالاة ينفعش يبقى في تعليم ومستقبل ولادنا نشتغل نائر ونقير مع الحكومة ومع مش عارف النظام لا إذا كانت معارضة أو نظام الجميع يعني المفروض هدفه مصلحة البلد مصلحة هذه البلد تبدأ من عند التعليم الاهتمام بالتعليم بالمستقبل التعليم أهم من الاقتصاد أهم من الصناعة أهم من الصحة أهم من أي حاجة لأن لو عندك تعليم صح هيبقى عندك طبيب صح وإداري صح واقتصادي صح ووزير صح ومحافظ مؤهل ومش عارف مهندس مؤهل الاهتمام او الحضاره تبدا من عند التعليم. ليه بقى انا مش قادر اتجاوز تسميه شخص محمد عبد اللطيف وزيرا للتعليم مش بس لان الراجل ده كل خلفياته عن موضوع التعليم ووزاره التربيه والتعليم انه صاحب او المدير التنفيذي او عضو مجلس اداره في واحده من المدارس الخاصه في البلد اللي هي بتمتلكها السيده الفاضله والدته او على اسم السيده الفاضله والدته الدكتوره نرمين اسماعيل وان كل مؤهلات الراجل لما اعلنوا عنه انه حفيد المستشار او المشير احمد اسماعيل وزير الدفاع في وقت حرب اكتوبر عليه رحمه الله مش بس كده لا الراجل كمان حتى مؤهلاته العلميه ولما قدم نفسه قدم نفسه انه اسمه الدكتور محمد عبد اللطيف دورنا على الدكتوراه بتاعته اكتشفنا انها دكتوراه من جامعه وهميه موجوده على الانترنت اسمها كارديف سيتي الجامعه دي ملهاش مقر يعني ملهاش مبنى ملهاش حرم جامعي فقط موجوده على الانترنت وكمان الدكتوراه بتاعته او الماجستير اللي حصل عليها الدكتور حسب ما عرف نفسه محمد عبد اللطيف غير معترف بيها وبتؤخذ من عباره عن كام كورس كده على النت، لا في مناقشه بقى ولا في رساله بتتقدم ولا في حضور، وسعر الدكتوراه اللي حصل عليها وزير التعليم المصري 10,000 دولار. برضو ده يخليك تشك. هل وزاره التربيه والتعليم 105 مليون مواطن مصري ما فيهمش حد اكاديمي متخصص يمسك وزاره التعليم، فضلا عن ان الراجل ده اصلا لا خريج تربيه ولا اداب ولا اي كليه من الكليات المؤهله للعمليه التعليميه الراجل ده خريج سياحه وفنادق ودي معلومات بالمناسبه اما فيش بيني وبين الراجل اي حاجه ولا عندي اي اعتراض على شخصه الكريم لكن مؤهلاته مشكوك فيها علاقته بالعمليه التعليميه مشكوك فيها الراجل جاي من خلفيه استثماريه احنا بنطالب بعودة المدارس الحكومية بنطالب بإيقاف ما يسمى نزيف المدارس الخاصة وتفحل وتغول المدارس الخاصة نقوم نجيب على راس وزارة التربية والتعليم صاحب واحدة من أكبر سلاسل المدارس الخاصة في البلد يعني مش مش بزم ولا بقدح في الراجل لكن هل الراجل ده ياخد قرارات ضد المدرسة اللي هو بيمتلكها ياخد قرارات ضد أسرته اللي كلها بتستثمر فلوسها في المدارس الخاصة واللي لسه عاملين مدرسة جديدة في العاصمة الإدارية مش عارف مش ده يعتبر تضارب مصالح ما بين العمل الخاص لسيادته والعمل اللي كل فيه كوزير للتربية والتعليم أيضا في الموضوع الحتة الأكاديمية أعرف مثلا إن وزير مثلا زي وزير ال الطرق مثلا او وزير المواصلات وزير النقل ووزير الصناعه مش لازم يكون اكاديمي لكن وزير التعليم لازم يكون اكاديمي راجل خريج جامعه راجل دارس يعني ايه تعليم نظم تعليم تطوير تعليم استراتيجيات تعليم الراجل عرف نفسه انه دكتور اكتشفنا بعد كده ان الدكتوراه بتاعته وهميه بتتاخد على الانترنت وغير معترف بيها كمان حتى الراجل لما جه يبرر قال لك انا خدت الدكتوراه من على الانترنت مش عشان اتعين بيها في الجامعه عشان ادرس واتثقف اكتشفنا ايضا ان الدكتوراه اللي هو واخدها لا تؤهله لا للعمل في الجامعه اللي خد منها الدكتوراه ولا اي جامعه تانية لان الجامعه اللي موجوده دي جامعه اونلاين وملهاش وجود وبتدي شهادات يعني ممكن اي حد اي حد وده على مسؤوليه الخاصه اي حد في البلد يقدم في الجامعه دي يحضر ال 10,000 دولار شهر اثنين ثلاثه يبقى دكتور زي سياده الدكتور وزير التربيه والتعليم، انا مش فاهم محتاجين تبرير من الساده اللي اختاروا هذا الرجل وعلاقته بتطوير العمليات التعليميه هل هذا يعتبر اتجاه لخصخصه المدارس وتحويلها لمدارس خاصه على شاكلة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل والدة سيادة الوزير ولا ده يعتبر اتجاه لتقويض العملية التعليمية وإفشال الملف التعليمي في البلد أكتر ما هو فاشل أكتر ما هو فاشل برجع وأقول موضوع ليس معارضة أنا شخص لا أقبل التفريط في التعليم شايف أن التعليم أهم حاجة في البلد لو فضرت أتكلم عن التعليم طول الحلقة كل يوم مش هزهق تعليم يا اخوانا مستقبل ثقافه الحضاره المهندس الدكتور الصانع المتعلم المدرس ال 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 كل ده بيطلع من بيئه تعليميه صحيحه تقوم طيب تجيب وزير من اول دقيقه والله من ساعه ما اعلنوا اسم هذا الرجل دكتوره و... دكتوراه وهميه مدارس خاصه وعلاقته بخصخصه التعليم الراجل كل مؤهلاته وانا قريت السي في بتاعه او السيره الذاتيه بتاعته مرتين ثلاثه حتى السيره الذاتيه مكتوب فيها اسس مدارس دكتور نرمين اسماعيل طور مدارس دكتوره نرمين اسماعيل اقام مجموعه جديده من المدارس في العاصمه الاداريه الجديده باسم الدكتوره نرمين اسماعيل وفي النهايه حفيد وزير الدفاع في فتره 6 اكتوبر على راسي من فوق هو السيده الفاضله والدته السيد الفاضل المشير احمد اسماعيل وزير الدفاع الاسبق على دماغي من فوق لكن انت ايه هي مؤهلاتك؟ انت ما هي المؤهلات التي تؤهل السيد احمد عبد اللطيف ليكون اعلى قياده تعليميه في بلدنا غير الدكتوراه الوهميه وغير الماجستير اللي مشكوك فيه وغير انه خريج سياحه وفنادق ملوش علاقه بالتعليم وغير انه صاحب مدرسه خاصه مفيش السيد احمد عبد اللطيف لم يتولى منصب اداري رسمي سيد احمد عبد اللطيف ليس له اي علاقه بالعمليه التعليميه لم يعمل مدرس لم يعمل موجه لم يعمل اداري وانما رجل اعمال معامل لمين او اسرته معاها لمين فتحوا مدرسه خاصه توسعت المدرسه الخاصه وبالمناسبه المدرسه بتاعتهم من اغلى المدارس على مستوى الجمهوري يعني انا اسف الموضوع مريب وفي شك وفي شبه تعمد إفشال لهذا الملف لا أتهم أحد لكن المعطيات تقول أن التعليم في بلدنا أصبح في خطر